السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نقدر نضيف ثيرد بيرسون او اقدر اضيف شخص للعبة اللي انا عاملها. طبعا انت ممكن اول ما تقول نيو بروجكت تختار ثيرد بيرسون، لكن انا هختار هنا بلانك وتقول له بقى ان انت عايز تشتغل بالبلو برينت، والتارجت بلاتفورم بتاعتك هل ديسكتوب ولا موبايل، والكواليتي، وده المكان اللي هتسايب فيه المشروع بتاعك، وتقول له كرييت واسمه ماي بروجكت 3. هاجي هنا كونتنت براوزر واقول له ان انا عايز اضيف فيوتشر اور كونتنت باك، واختار بقى الثيرد بيرسون. تقدر تختار فيرست بيرسون لو انت عايز، بحيث كانك انت الشخص اللي بيتحرك، او لا انا عايز اشوفه من بره، او توب داون، اي حاجه انت عايزها. تقول له اد تو بروجكت، هيبدا يضيفولك للمشروع. هاجي هنا واختار من ثيرد بيرسون ان انا عايز ابدا اضيف الشخص بتاعي اهو. طيب هاجي اشغل دلوقتي واحاول ان انا اشتغل بالاسهم، هتلاقي مفيش حاجه بتتغير، الشخص ثابت زي ما هو. طيب انا عايز هو اللي يتحرك لما احرك الاسهم، فهروح على edit واقول له project setting، ونشوف الاعدادات. هروح لمابس وهاجي هنا واقول له انا عايزها تبقى على الثيرد بيرسون، تمام. ومش محتاج ان انت تدوس على اي زرار سيف ولا حاجه خالص. ونبدا نقول له بلاي، تمام. ونبدا بقى نتحرك بالاسهم. ده حرف الدبليو، حرف الاس، حرف الدي، حرف الاي، كيو. كيو والاي مش شغالين لان هو في الرؤيه بس. هنا المسطره او سبيس بيخليه نوت. وطبعا لو لقى اي صندوق او قابل اي حاجة هيقف عندها ومش هيتخطاها. على سبيل المثال هدخل في الميشز وابدأ احط مثلا بعض الاشكال بالشكل دوت. وهبدأ تشغيل اللعبة اهوت. زي ما انت شايف بيبدأ يتحرك مع الزراير اللي انا حاططها. طبعا انت تقدر تتحكم في حاجات كتيرة جدا منه، من خلال ان انت تروح هنا مثلا اكتر وتبدأ تقول له مثلا براوز تو اسيت، او تقدر تعمل اديت عليه، او فيزيبيليتي، او بليس اكتر في الرامب مثلا، او في اي مكان انت عايزه يبقى يظهر فيه، او مع الكاميرا مثلا. فليك ان انت تتحكم بشكل كويس في الشكل او في الشخص اللي انت تحطه.